الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت وهل عذاب القبر أو نعيمه من خصائص هذه الأمة أم أن الأمم السابقة أيضا فيها نعيم وعذاب؟ الجواب الأمم كلها سوف تسأل في قبرها عن ثلاثة أسئلة: عن ربها، وعن نبيها الذي بعث إليها، وعن دينها. فليس هو من خصائص هذه الأمة. فإن قلت وكيف نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم: وإنه أوحي إلي أن هذه الأمة تبتلى في قبورها؟ الجواب إن هذا من باب ذكر العام ببعض أفراده، والمتقرر عند العلماء أن ذكر العام ببعض أفراده تنصيص وليس تخصيصا كما شرحته لكم سابقا. فإذن الأمم كلها ستسأل في قبرها، وأخص أمة ستسأل ويشدد عليها في قبرها هي هذه الأمة لعظم نبيها وعظم شريعتها وسهولتها.